يعني كانت اكسبيرينس كثير فريده من نوعها لإلي. يعني اول مره بعمل هالاكسبيرينس، ستيجات كثير صعبين وبلشت شوي يعني اتعود، بس بدي بتصور كثير لا اقدر اتحسن. يعني بدي رليان وثلاثه لا اقدر اكيد، يعني اذا بدي افكر نافس هون بالاردن. بس اكسبيرينس كثير حلوه وعشنا جو، بتعرف مع روجيه وكل التيم موتور تيون كانوا بيعقدوا الشباب، وبشكر روجيه غصن كودرايفر تبعولي، بشكرك لك لحقتنا لهون، وبشكر سبونسر تبعي اوفيس ديفيجن ايديال اوفيس اكويبمنت.